السلام عليكم، مهند معاكم. فيديو النهارده هنتكلم فيه ازاي انا في خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله عايز ازود وزن ديفا. زي ما احنا عارفين ان ديفا الايام اللي فاتت كان في مرحله جواز وحمل ورضاعه، فوزنها خس جدا، مش مرض على قد ما هو كان اجهاد لفتره زمنيه معينه. اي حد راح قبل كده مزرعه كلاب وشاف النتي وهما بينتجوا بيبقى منظر النتايه، يعني حالتها الصحيه بتكون قليله جدا بالنسبه للنتايه اللي ما بتنتجش، يعني بتبقى خاسه، بتبقى شعرتها مش لامعه لان بيتاخد منها عناصر غذائيه كتيره جدا اثناء عمليات الحمل والرضاعه. اللي انا هعمله، اللي انا عملته الاول قبل اللي انا هعمله، ان انا اديت جرعتين ديدان من دواء اسمه دورنتال، بيتاخد حباية كل 10 كيلو، بين كل جرعة وجرعة بيبقى 3 اسابيع المفروض. انا اديت ديدان، المفروض بقى يعني بشكل دوري بتدي كلبك ديدان، لان الديدان بتيجي لأسباب ليها علاقة بالأكل وأسباب تانية ملهاش أي علاقة، يعني كده كده هو دورة حياة الديدان في بطن الكلب شغالة حتى لو أنت بتأكله حاجات نظيفة، هي كده كده بيجي وقت في معدة الكلب بيكون فيه ديدان، فاللي أنت بتعمله بتديله جرعة ديدان بحيث إن أنت لما تديله بعد كده أي وجبات ما يتاخدش عناصر غذائية منها. انا هستخدم في الفتره اللي جايه بجانب اكل البيت، يعني انا هاكل اكل البيت عادي، بواقي الاكل اذا كان مكرونه، رز، عيش، خضار بتاع كده، زائد ان انا هيبقى في وجبه في اليوم مكونه من دراي فود، اوكي، نوع كويس، هتبقى مكونه من اجنحه فراخ، او هياكل لو حد عايز يستخدم روس ورجول مفيش مشاكل، لحمه مفرومه وكبده. طبعا الاثنين دولت هم اغلى حاجتين وهيمثلوا نسبه قليله جدا من الوجبه، وانا جايبهم كمان مستوردين. تقريبا الكيلو ده عامل 60 جنيه او 40 جنيه حاجه كده، ده عامل 60 جنيه، ده كيلو منه ب 20 جنيه. لو انت هتجيب هياكل هتبقى تقريبا ب 18 17 حاجه كده لو فريش، والدراي لو انت بتاكل دراي بس هتاكل تقريبا في حدود 350 جرام. انت بتجيب الكيلو تقريبا بيبقى واقف عليك مثلا ما بين 15 لحد 40 جنيه للكيلو على حسب النوع اللي انت هتستخدمه. انا مش هستخدم بس دراي، فانا ممكن استخدم مثلا في حدود 100 جرام في اليوم، بس هستخدم كيلو وراك او اجنحة او هياكل او رجول وروس على حسب امكانية اللي عايز يستخدمه. هستخدم تقريبا في حدود 100 جرام لحمة مفرومة، هستخدم اقل من 100 جرام بحاجة بسيطة الكبد. فانت لما تيجي تقول مثلا لا ده الصنفين دولت غاليين جدا، بس لاحظ ان كيلو كيلو هيقضوني تقريبا 10 ايام او ازيد حاجه بسيطه. دي الوجبات انا عايز ازود عليهم، بس هو مش معايا دلوقتي، هجيب دهون في الدهنه عند الراجل بتاع اللحوم المستورده بيكون عنده دهون. تقريبا الكيلو بيبقى عامل تقريبا 20 جنيه. هتستخدم برده تقريبا في حدود 150 200 جرام في اليوم. الكلام ده كله مع وجبة البيت اللي انا هستخدمها، اعتقد ان الوجبة دي مع الدهون مع الوجبات بتاعة البيت او بواقي البيت هتكون مناسبة جدا ان ديفا تريكوفر او ترجع لوزنها الطبيعي وازيد كمان. انا مش عايز اخليها تخينة، انا عايز اخليها مناسبة بالنسبة لي. في ناس بتحب تخلي الكلب تخين وده من وجهة نظري غلط جدا، ولكن انا عايز الكلب يبقى في حدود جيرمان شابرد نتاية عمر 3 سنين. على فكرة النهاردة عيد ميلادها، 3 سنين النهاردة، يعني عايز وزنها في حدود من 30 ل 35 كيلو، مش ازيد من كده.
ده الكبد والمفروم، وهو حاجة بسيطة جدا على قد إمكانياتي. ممكن واحد يعمل أكتر من كده، ممكن واحد يعمل أقل من كده، ممكن واحد ما يعملش كده أصلا. أوكي، أنا استخدمت حاجات مستوردة عشان تناسبني، وفي ناس بتستخدم نافق، بس أنا ضد الموضوع ده. مش فاكر انا عملت ليه فيديو ولا لا، بس ممكن نعمل ليه فيديو تاني، لان في ناس كتيره جدا بتستخدم نافق. ودي وجبه كده بتتحط جناحين. اوكي، فاحنا عملنا من 1 2 3 4 5 6 7 8. اوكي، ودولت شويه مكرونه وشويه برضو مفروم وشوية كبد، يبقى كده 9. المكرونة ده بواقي أكل البيت يعني، برضه هتاكلهم النهاردة مع شوية دراي. الحاجات دي كلها مكانها في الفريزر. طب أنا ليه ما حطيتهمش كلهم على بعض وحطيتهم في الفريزر؟ عشان ما أقعدش أجمد وأفك، أجمد وأفك. لأ، أنا حاجة زي كده بتدخل الفريزر مرة واحدة وبتطلع تتحط على الوجبة. ما ينفعش طبعا ان انا احط الدراي عليه، لان الدراي المفروض يفضل ناشف، فما ينفعش لو اتحط على حاجه زي كده بيتبل، فالدراي بيفضل لوحده. وبحط بقى الهياكل او الاجنحه وازود عليهم دولت، ولو هزود دهون زائد الدراي بيتحط اخر حاجه في الطبق. وان شاء الله ايه، هنفضل واحده واحده مع بعض كده، احاول اصور ديفا ونشوف هنوصل مع بعض لحد فين. اوكي، دلوقتي بقيت الفيديو بتاع اكل ديفا، ان هي قلنا ان هي خاسة شوية وعايزين نديها جرعة حاجات حلوة. ده الطبق اللي ديفا بتاكل فيه بعض من الدراي فود، مش كتير يعني، تقريبا 150 جرام، 100 جرام ولا حاجة، اقل كمان. انا باكل هياكل وبأكل رجول وبأكل روس وبأكل مفروم وبأكل كبد. الكبد والمفروم بجيبهم مجمدين. الرجول انا بأكل رجول يعني انا عرفت حد بيديني رجول متنظفة. يعني ايه متنظفة؟ متنظفة اللي هي متشال منها الطبقة اللي هي الصفرة، فهي حتى تلاقي الجلد بتاع الرجل قريب جدا من الجلد العادي اللي هو بتاع الفرخة العادية، هي لكن الطبقة الصفراء اللي هي بيكون عليها، يعني لو شفنا مثلا الطبقة، شايف الطبقة الصفراء دي؟ دي بواقي التنظيف، هي المفروض بيبقى عليها كلها طبقة صفراء. طب هنستفاد ايه؟ هنستفاد ان الطبقة الصفراء دي بتبقى هي اللي فيها التويلت بتاع او الفضلات بتاعت الفراخ طول ما هي عايشة. لكن لو انت سلختها بطريقة ما، انا معرفش بيعملوها ازاي، تقريبا بيسخنوها تقريبا وبيحطوها في المكنة اللي بتطلع الريش، معرفش. بس الروز بتتنظف بالطريقة دي، والرجول بتتنضف بالطريقه دي. بسيب الضوافر عادي مع الكلبه بتاعتي عادي جدا، ما فيش اي مشكله. فالوجبه بتاعتي هتبقى شويه رجول. اوكي، الرجول والروس انت وحظك، ساعات بتبقى روس بس، ساعات بتبقى رجول بس، ساعات بتبقى رجول وروس. اوكي، دولت كده شويه رجول وروس والهيكلين. اوكي، الهيكل عباره عن رقبه وكتف، يعني كل الفرخه كامله ما عدا الفيليه اللي هي الصدرين والوركين بس. ده الهيكل كده. اوكي، وده الهيكل التاني. اوكي، وده بقيه رجل تانيه، وده اللي احنا كنا كيسناهم مع بعض، المفروم مع الكبد. اوكي، طيب ايه الدخان ده؟ هو انت بتسلق ولا بتاكل ني؟ انا باكل ني. طب امال ايه ده الاكل سخن ليه؟ الاكل سخن عشان انا نسيت ان انا اطلعه من الفريزر بدري، فانا طلعته حطيته في المايكرويف بحيث ان هو يفك بسرعه واحطه لها بحيث ان هو ما يبقاش مجمد. لكن هو مش يعني هو لسه ني
وانا باكل ني والني ما بيعملش معايا حاجه طول ما هو مش نافق وانا مش باكل كلبي نافق. الوجبه دي باكلها مره واحده بس في اليوم. لسه ديفا لسه برضو رفيعه، انا ما بقاليش 5 ايام او حاجه زي كده قارص عليها في الاكل، وهشوف الدنيا فيها ايه. باكل مره يعني ممكن اكل يومين كده ويوم تاني اكل دراي بس، او ممكن اكل يومين ثلاثه كده واكل مثلا بواقي الاكل البيت مره مرتين على حسب ظروفي. انا ما بقولش ان شرط ان انت تاكل زي، انا بقول انا بعمل ايه وهشوف النتائج اذا كانت ناجحه او فاشله. نفسي كلبتي تزيد تكه كمان. لو كان عندي دهن بقري، الدهن البقري المجمد تقريبا الكيلو ب20 جنيه، كنت ممكن احط التكه زي دي كده. يعني انا لو في ايدي وعندي دهن هجيب حته زي كده من بتاع اللي بيبيع الكبد والمفروم المستورد اللي هو المجمد، كنت هجيب منه برضو. هو بيبيع دهون بيحطها عشان يحطها على المفروم، ممكن تشتريها لوحدها، وحاجه زي كده كويسه جدا في الشتاء، وحاجه زي كده برضو كويسه للكلب. لكن انا دلوقتي حالا دي فابادي، لكن انا دلوقتي حالا ما عنديش ده. لو كان الامر في ايدي كنت زودت مثلا 150 200 جرام دهن على الموضوع ده. والكربوهيدرات انا مستخدم الكربوهيدرات اللي موجوده في الدراي فود، ممكن ازود دراي فود، ممكن ما استخدمش خالص دراي فود. برضو دي تجربتي الشخصيه، انا ما بقولش لحد ان هو ده الصح او هو ده الغلط، دي تجربه وهقول لكم النتائج ايه بعد مثلا اسبوعين ثلاثه كده. انا المفروض ديفا هروح بيها للدكتور كمان يعني الاسبوع ده، هعرف وزنها بالظبط كام، وبعد شهرين ثلاثه هقول لكم انا وصلت بالوزن، قليت زدت ايه النظام، وان شاء الله خير. ده كان فيديو سريع كده، يا رب يكون فاتكم وعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب فولو على الفيسبوك والانستجرام، وتشوفوا الفيديوهات اللي فاتت. يلا السلام عليكم.